أهلا بيكم مشاهدينا مرة تانية، وجد دلوقتي معاد فقرة الطقس. هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أنه النهاردة الجو هيكون حر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وهيكون معتدل بالليل على كل الأنحاء. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية كمان وجود نشاط للرياح على بعض المناطق، خاصة في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد. دلوقتي مشاهدينا خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر من دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة ليندا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. يعني يا دكتور، في انخفاض عن امبارح بحوالي 3 درجات أو درجتين في القاهرة، عايزين حضرتك تطمنينا عن حال طقس اليوم وكمان الأيام اللي جاية. بالفعل هو اليوم درجات الحرارة تنخفض عن الأمس بحوالي من 2 لـ3 درجات، هتعود مرة أخرى للمعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام. يعني هتتحول الأجواء من أجواء شديدة الحرارة لأجواء حارة فترة النهار. أغلب الكتل الهوائية القادمة من على البحر المتوسط بيكون فيها كمية كبيرة من بخار المية، يعني بترتفع نسب الرطوبة في الجو، فبالتالي احساسنا بالطقس مع زياده فترات شروق اشعه الشمس خلال فتره النهار، طقس حار على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ايضا سواحلنا الشماليه، طقس شديد الحراره على محافظات جنوب البلاد، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، طقس خلال فترات الليل معتدل تماما على كافه انحاء الجمهوريه، خاصه كمان ان بيبقى في نشاط للرياح فتره المساء وخلال ساعات الليل. نشاط الرياح ده سرعته ما بين 35 لـ45 كيلومتر على الساعة، بيحسسنا أكتر بانخفاض درجات الحرارة وبيحسسنا بعدم وجود نسب رطوبة في الجو، فنشاط الرياح بيساعد على الإحساس بالأجواء المعتدلة فترات المساء وفترات الليل. متوقع استمرار نفس هذه الأجواء غدا الأحد بإذن الله، ومع نهاية الأسبوع هيكون في انخفاض آخر في درجات الحرارة، يكون متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى ما بين 33 و 34 درجة مئوية. مهم جدا خلال الأيام اللي جاية، خاصة أن احنا خلاص داخلين على امتحانات الثانوية العامة غدا بإذن الله، نتجنب أشعة الشمس فترة الظهيرة، ده معاد خروج الطلاب من المدارس من الامتحانات. فمهم جدا فترة الظهيرة من الساعة 12 الظهر للساعة 3-4 العصر نتجنب أشعة الشمس المباشرة. لو أنا خارج يبقى دايما معايا غطاء للرأس الشمسية، كاب، أي شيء يحميني من أشعة الشمس المباشرة. مهم جدا تبقى إزازة المية في إيديا طول اليوم، هيساعدني على تناول قدر كبير من المرطبات والسوائل. بقدر الإمكان أبقى موجود في أماكن جيدة التهوية، فتح الشبابيك أو استخدام المراوح، وطبعا بقدر الإمكان نرتدي الملابس القطنية البيضاء الفتفات. شكرا يا دكتور. مشاهدينا كانت معنا دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي مشاهدينا خلونا نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة، والبداية كالعادة هتكون من القاهرة، بتسجل العظمى في القاهرة 35 والصغرى بتسجل 23، الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22، مرسى مطروح العظمى 28 والصغرى بتسجل 22، سيوة العظمى 37 والصغرى بتسجل 21، بورسعيد العظمى 31 والصغرى بتسجل 24، دمياط كمان 31 والصغرى كمان 24، الإسماعيلية العظمى 36 والصغرى بتسجل 23، السويس العظمى 37 والصغرى بتسجل 22. هنروح للعريش، العظمى فيها بتسجل 30 والصغرى 22، طابق العظمى 34 والصغرى بتسجل 21، سانت كاترين العظمى 31 والصغرى 15، شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى بتسجل 27، الغردقة كمان بتسجل 39 والصغرى 28، الفيوم العظمى فيها 37 والصغرى 26، بني سويف العظمى كمان 37 والصغرى 23، المنيا العظمى 37 والصغرى بتسجل 24. هنروح لأسيوط، العظمى فيها 38 والصغرى 25، سوهاج العظمى 39 والصغرى 25، قنا العظمى 40 والصغرى 26، الأقصر العظمى 42 والصغرى بتسجل 27، أسوان بتسجل أعلى عظمى النهاردة وهي 43 والصغرى بتسجل 28، الوادي الجديد العظمى 42 والصغرى 26، شلاتين العظمى 38 والصغرى 25، وأخيرا حلايب العظمى بتسجل 36 والصغرى بتسجل 28. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لأحمد وجمان عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا لك يا ليندا.